ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجدي ليوم الجمعة 27 مايو/2022. توقعات العشرية الأولى مواليد 22 ديسمبر ل 31 ديسمبر. المثابرة النهاردة هي عنوانك. في شوية أحيان النهاردة لازم تبقى بتتعامل مع الفشل في الشغل وتبقى شخص شجاع أكتر، تنظر للانتكاسات دي على إنها فرصة إنك تتغير أحسن للأحسن. لو قمت بده هتخرج من أعماق اليأس في حالة تعتبر أفضل، هتتاخد من خلالها قرارات قريبة جدا من حياتك الخاصة هتلتزم فيها برأيك أكتر. بنصحك إنك تسمع أكتر لكل الأشخاص اللي بيقولوا ليك إزاي تكمل في حياتك وإزاي تتقدم فيها. هتظهر الظروف الصعبة دي في شكل جسدي أكتر، هتاخد من خلال وقتك علشان تستمتع بكتير من السلام والهدوء فيه. توقعات العشرية التانية مواليد 1 يناير ل10 يناير. أوقات كتيرة تعتبر مش مستقرة في أفقك، بيبدو إنك بتقف أمام مشكلات كتيرة مش هتعرف تتغلب عليها، لكن ما تيأس، حاول إنك تنظر للمواضيع دي من منظور مختلف أكتر للحاجات اللي قدامك، هتبتدي تظهر الحلول وهتبقى واضحة أكتر. ما تخافش من إنك تطلب النصيحة، حياتك الخاصة النهاردة هتبقى متقلبة جدا في الوقت الحالي، لازم إنك تتعامل مع كل أنواع التقلبات اللي غير متوقعة بهدوء أكتر. هتحتاج إنك تسترخي أكتر علشان تعرف تاخد استراحة تبقى بعيدة عن كل مسؤولياتك. هتستمتع بشوية وقت يعتبر خاص بيك، هتقرأ من خلاله كتاب جديد، هتستمتع بحمام مريح. توقعات العشرية التالتة مواليد 11 يناير ل19 يناير. مفيش حاجة بتمشي على حسب رغبتك في الوقت الحالي ده، لكن لو قمت بإنك تغير مدخلك هتنجز أهدافك أسرع من أي وقت. وانت ممكن تكون بتساعد في آراء أشخاص كتير جدا حواليك، هتواجه من خلال هدف حياتك الخاصة، حتى في أنواع كتيرة للمشاكل، لكن لازم انك تكون وجهة نظرك واضحة في الموقف ده. سلامتك الجسدية هتبقى أفضل، هتفكر في أسلوب حياتك لكن ما تكونش قاسي كتير على نفسك. حركة الكواكب بينتهي القمر من عبور برج الحمل في وقت مبكر أكتر النهاردة، لما يبقى بيتجه لبرج الثور. هيساعدنا قمر الثور على إننا نتعدل وتيراتنا أكتر وحمايتنا من كل أنواع الضغوط اللي بتعتبر خارجية عندنا. ممكن تبقى الأمور النهاردة المالية فيه والممتلكات النهاردة فيها راحة وفيها أمن كبير في مواضيع هتبقى بتركز أكتر في ظل العبور ده. هيشجعنا الموقع ده على يبقى ثبات اكتر للقمر على اننا نستمتع بانفسنا اكتر، واللي هيكون عندنا النهارده بالفعل من اجلنا. هيبدو ان الحياه هتبقى بتتباطأ اكتر، هتستقر مشاعرنا اكتر النهارده، هنشعر بالحاح اقل، هتجذب انشطه ترابيه النهارده ملذات حسيه كبيره، هنلاقي احساسنا النهارده بالسلام والرضا بكل الحاجات اللي بتعتبر مألوفه وموثوقه. بيستمر القمر الفارغ لحد ما يدخل السور في الصباح الفترة دي.